محبي الابتكارات والصناعات اليدوية متابعي قناة أجدور، مرحبا بكم جميعا في الحلقة الجديدة. إن شاء الله في الحلقة سوف نتعلم طريقة صنع مجهر إلكتروني رائع جدا من مواد جد بسيطة للغاية. هذا المجهر الإلكتروني يمكنك دمجه مع الحاسوب الشخصي الخاص بك ورؤية النتائج في شاشة الحاسوب. نعم يا إخواني، يمكنك استعمال هذا المجهر لفحص الدوائر الإلكترونية الصغيرة الحجم أو الدقيقة لتتبع الأعطال وفحصها إلى غير ذلك. على العموم، حتى لا أطيل عليكم، تابعوا معي هذا الشرح. أول شيء، نحن بحاجة إلى قارئ أقراص الخاص بالكمبيوتر، سواء كان من نوع سي دي أو دي في دي إلى غير ذلك. نحن بحاجة إلى واحد ولو كان معطل. كخطوة أولية باستعمال مفك براغي مناسب سوف نقوم بتفكيكه، وما يهمنا استئصاله هو هذا الحامل الميكانيكي الذي يحتوي على عدسة الليزر، فهو يتواجد بالداخل هنا. وسبق وقمنا باستخراجه في إحدى الحلقات، أي حلقة فتح الباب باستعمال التيار الكهربائي. إن لم تشاهد تلك الحلقة سوف أضع لكم رابطها في صندوق الوصف. على العموم، هذه القطعة التي نحن بحاجة إليها كما ترون. ثم نحن بحاجة إلى كاميرا الحاسوب التي تعمل بمنفذ الـ USB، فهي غنية عن التعريف. أي كاميرا كيفما كان نوعها فهي تصلح لهذه التجربة. كخطوة أولية باستعمال مفك براغي مناسب سوف نقوم بتفكيكها حتى تصير بدون غطاء بهذا الشكل كما ترون. وينصح صراحة باستعمال الكاميرات التي تحتوي على مصابيح الليد الصغيرة. في حالة عدم توفر المصابيح الصغيرة لا يهم، على العموم ما يهمنا هو استئصال هذا الهيكل. ثم نحن بحاجة إلى قطعة خشبية صغيرة بهذا الشكل. كخطوة أولية كما ترون، هذا هو الحمل الخاص بعدسة الليزر موجودة في قارئ الأقراص. كما ترون، في هذه العدسة يمكنها التحرك في هذا المكان باستعمال هذه التروس. ما يهمنا هو مكان تواجد عدسة الليزر، حيث أننا باستعمال الغراء الساخن سوف نقوم بوضع القليل من الغراء هنا. ثم نأخذ الكاميرا الخاصة بنا، نقوم بتثبيتها في هذا المكان هنا بهذا الشكل، بحيث أصبحت الكاميرا مثبتة في مكان عدسة الليزر، بحيث عند تحرك هذه التروس كما ترون سوف تبدأ الكاميرا في التحرك من الأسفل والأعلى كما ترون. نأخذ الصفيحة الخشبية، ثم نأخذ القطعة الخاصة بنا، نقوم بتثبيتها بشكل عمودي بهذا الشكل كما ترون، بحيث تكون الكاميرا موجهة للأسفل. نقوم بتثبيتها إما باستعمال البراغي أو باستعمال الغراء على حسب ما تريد. كما ترون أصبحت ثابتة جيدا. الآن المجهر الإلكتروني البسيط الخاص بنا فهو لن يكتمل بدون الخطوة المهمة، ألا وهي التعديل على عدسة الكاميرا بحيث تتحول إلى مكبرة كبيرة تقوم بعمل زوم للأشياء الصغيرة جدا. كيف ذلك؟ فعدسة كاميرا الكمبيوتر فهي متحركة تدور لليمين واليسار، فسوف نقوم بتدويرها إلى الخارج أي بعكس عقارب الساعة إلى حين الحصول على الزوم أو التكبير المناسب. ويمكنك جعل هذه الكاميرا تصعد للأعلى أو للأسفل فقط عن طريق تدوير هذه التروس بيدك هكذا كما ترون، الكاميرا تصعد أو تنزل. ويمكنك فقط تزويد هذا المحرك بالطاقة وسوف يقوم برفع هذه الكاميرا للأعلى والأسفل. على العموم، الآن سوف أقوم بتجربتها من الحاسوب لرؤية النتيجة. كما ترون، هذا هو المجهر الخاص بي. قمت بوضع حشرة صغيرة أسفل عدسة الكاميرا أو المجهر الذي قمنا بصناعته، ثم سوف أقوم بتقريب الصورة في الكمبيوتر لكي تروا عن قرب. على العموم، هذه هي الحشرة كما ترون. الآن كما ترون، هذا هو المجهر الخاص بنا، فيمكنك تصفية الصورة أو الزوم لهذه الحشرة فقط عن طريق تدوير هذه التروس. فلاحظوا معي، سوف تتم تصفية الصورة بشكل تدريجي. فكما ترون، الحشرة الخاصة بنا أصبحت تظهر بشكل واضح جدا بحجم مكبر عدة مرات. بالنسبة لنقطة مهمة جدا وهي إظهار الفيديو الخاص بالكاميرا في حاسوبك، فأنا أنصحك فقط باستعمال برنامج الـ VLC الشهير. نضغط على ميديا ثم أوفغيغ أن بيريفيريك دو كابتير، أي هذه الأيقونة، ثم نختار الكاميرا التي نريد. مثلا هذه هي الكاميرا التي قمنا بتركيبها. بالنسبة للصوت نضغط على نو، أي لا أريد الصوت، ثم أضغط على ليغ. كما ترون، هذا هو المجهر الخاص بنا، يمكنك معاينته فقط من خلال الحاسوب.
وكمعلومة أخيرة ومهمة جدا، فإن أي كاميرا خاصة بالحاسوب فهي صالحة لهذه التجربة. لا تظن بأن هذه الكاميرا هي كاميرا خاصة أو ما إلى ذلك، بل بالعكس، فأنا استعملت أسوأ أنواع الكاميرات الموجودة في السوق، ومع ذلك كما رأيتم فالنتيجة مذهلة للغاية. فإذا استعملت كاميرات ذات جودة كبيرة جدا فيمكنك الحصول على نتائج رائعة للغاية. وفي حلقات مقبلة إن شاء الله سوف نتعلم طريقة صنع مجهر من نوع خاص عن طريق إضافة عدسات خاصة لأي كاميرا والحصول على مجهر رهيب جدا. على العموم إخواني، أتمنى أن تعطوني ثانية واحدة من وقتكم وتضغطوا على زر لايك لأنه يعني الكثير بالنسبة لي. وبالنسبة للزوار الجدد لا تنسوا الاشتراك للتوصل بجديد قناتنا. إلى اللقاء إخواني في حلقة مقبلة مع دروس وابتكارات جديدة إن شاء الله.